أهلا وسهلا أهلا وسهلا. وصرتوا تعرفوا أنه هيدي حضرة، هيدا مش برنامج، هيدي فك البرمجة. ما رح لكم شو الماركة. في كتير ناس بيعرفوا أنه بيروحوا بيشتروا منها. هيدي اللي فيها كم وحدة حق 38 دولار 38 دولار بشتريها، لأنه المواد السامة اللي محطوطة هونيك منها موجودة بها. فينا نركبها، فينا نعمل كل شيء. وقت الفكر عم بيعمله، بدل ما تحط سموم ما تحط، بس إذا ما حطيت منها الـ FDA بتخسر، وببلشوا يقولوا لنا حطوا منها وحطوا منها. كل عمرنا أهلنا محرمة منديل يحطوها هون، ما معه ساعة بإيده، بعدين صارت الساعة هون هيك. فإذا شيلوا كل شيء يلي اسمه مجوهرات، حلقة عقودة، مدري شو، إذا بدكن أنتوا بتعملون من أشياء، من العدس، من الحمص، في أشياء كتير عم بيعملوها، بيركبوها ريسايكل، بتنبسطوا فيها وبتعلموا الناس. نرجع كلنا نخفف هالنفايات، لأن إحنا الآية أقوى من النفاية. أنا عملت هالنفاية، بعد نخففه ونرجع نعيش حياة بسيطة. واليوم شرق غرب إلا العرب عندنا نهار مخصص، قصيدة جميلة اقرأها بحضور قلب وتدبر، حتما ستدمع عينك يا حبيبي زين العابدين. بخاف اقرأها تطلع لي شي كم غلطة أو كلها اقرأها غلط، بس ما فيني أخبركم، ليس الغريب غريب الشامي واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفني، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. سفري بعيد وزادي تعرف وقوتي ضعفت، والموت يطلبني ولبقايا ذنوب. إذا هو يعني أهله منن الحبيب محمد وعلي الحسن والحسين، وبيخبرك شو رح يصير، مرته تتجوز، وشو رح يعملوا بابنه، وكيف بدهم يكفنوه، كيف بدهم يدفنوه، كيف كل شيء شايفها. وقال لهم إذا جايين معي كرمال أهلي وأهل البيت لا تجوا، بس إذا جايين معي تروحوا تحاربوا في سبيل الحق، نعم عندكم سيف العدل، عندكم هيك، تعالوا ما تجوا كرمال. لا، الحرب اللي فيها سيف النور وسيف العدل مثل السكين بإيد الجراح الآدمي، عند الضرورة، عند اللزوم بتعطيه حبة دواء أو بتعمل العملية أو بتروح على الحرب. بتشيل الري بتصير تحط الحب، بتشيل الحزب. كل واحد اجا من جبران وغيرهم ماتوا وصاروا حزب، من كامل الصباح وغيرهم يعني. وين صار أنطون سعادة؟ يعني عملنا تمثال، هيدا هو اللي بدنا نعبدهم. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير حنط والكفن حنطه. خذ القناعة من دنياك وارضى بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا، ما وضع البرق من شام وفي اليمن. والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن. قد ما فيكم تقروا كثير، ما فيني لكم كيف عم بيتعلموا عربي تيقدروا يقروا هالشعر اللي قالوا أهل البيت، يلي قالوا في واحد قالوا لي ببرجة موتوا، لا مات الباشي قوم نكس. نعم باسم من الله يحيي العظام وهي رميم، القوة فيهم. في كتير ببرجة هيك، روح اتعرفوا على رئيس البلدية، رح نروح إن شاء الله. كلهم بيحكوا شعر. إجا واحد مرة من قبل فلان قال له من الدولار للمليار بدي هالأرض،
قطع جنبه قالوا قصيدة، استحوا اللي اجوا في أرض بينهم وبين إسرائيل مدري وين، هيك كلها أشجار نور ساطع. قال له هاي للإنسان، هاي لأم الأرض، هاي منا للبيع، مبايعة لنا كلنا. شو هالأبراج اللي عم نعمرها؟ شو هجرب العرب؟ حفاة عراتنا تطول في البنيان. هيك قال العلم، هيك قالوا الأنبياء والحكماء، هيك قال لقمان الحكيم لابنه، هيك قال اسمع يا رضا، يا حبيبي على اسمع يا رضا. رضا نعم بقراها بس كرمالكم، يعني انتو احلى وافهم، برددها كتير قد ما بدكم. شوفوا هيدي رقم 7، تيتا حطي زهور، حطيت زهور. عدد طبقات السماء 7، عدد أيام الأسبوع 7، أبواب النار 7، عجائب الدنيا 7، الطواف حول الكعبة 7، السعي بين الصفا والمروة 7، يأمر الله بالصلاة عند سن 7، ألوان أوس الرحمن 7، آيات سورة الفاتحة 7، عدد البحار 7، عدد الجمرات التي يرمى بها في الحج 7، المعادن الرئيسية في الأرض 7. توجد 7 أنواع أساسية من النجوم، هناك 7 مستويات مدارية للإلكترون، للضوء المرئي 7 ألوان، إشعاعات للضوء الغير مرئي 7، تهاجر الطيور بسرب على شكل 7، تكبيرة العيدين 7، عدد قارات العالم 7، الذين يظلهم بظل يوم القيامة هم 7، وأخيرا نقول بخشوع لا إله إلا الله محمد رسول الله. لاحظت شهادة التوحيد تتكون من 7 كلمات. هلأ هالسبع كلمات كلنا، نهار الجمعة العظيمة شوف شو حلوة بالمسيحية، ونهار الجمعة بيجمعنا الجامع. هلأ اللي جمعنا هو الجهل يا أخوتي، كيف بدنا نشيل هالجهل؟ نعم اعقل وتوكل، بيجي العدل. كل هاي السبعة هي دنيوية بهالكوكب، ولكن البراق أكبر وأعدد من أي عدد عدة. نحن رددوها قد ما فيكم، 1 2 3 4 5 6 7. وقت اللي أكل شقفة لحمة الحبيب من هون، ليه بتجمع بين الذكر والأنثى؟ لازم نعرف إنه ما دون المي ومن كل شيء ذكر وأنثى. الكتب عندكم، لما تسألوني شو بدي أقرأ بعملكم ديليت. كل سؤال السائل هو المسؤول، والجواب بالسؤال. خلاص أمت اقرأ، ما في مسلم مسيحي، لا المسيح مسيحي ولا محمد محمدي، والإسلام هو الفطرة. طلعوا أكثر، go beyond and above the mind، أبعد من الفكر. الفكر كافر ميكر وهيك. أول طاقة بده يغلبنا فيها شيلوا السكر الأسود الأبيض قصب الماس كله. عنا تمر، عنا زبيب، عنا دبس، عنا كتير. بعدين الملح المكرر، حتى السكر اللي عم بيجيبوه هون على إنه هيدا أورجانيك وهيك، هيدا من الشجر، يعني طبخوه توصل لهون. فإذا كل اللي بتاخدوه أدوية حبوب، هيدي طبيعي وهيدي هيك وهيدي هيك، بيمرق وقت. يا خي جربنا 30 سنة 40 سنة، رجعوا ناس عم بيموتوا، ما زبط تيري، مش مزبوط. جربنا ما مشي الحال، ولا شيء أورجانيك، كل واحد عم بيعمل اشياء طبيعيه. الميكروبيوتيك هي نظام كوني، خلص انت واحد مع الواحد الاحد. بس صدق الانبياء وبعدين استفتي قلبك ولو افتوك. يا حبيب قلبي شو هالتواضع، شو هالرحمه، ما تصدقني، ما انا الا بشر مثلكم. عطشك بياخدك على الشرب، عطشي غير عطشك، لساني غير لسانك، عمري غير عمرك، حاجتي غير حاجتك. كلنا
مش يلا كله فوت نام. منو جوعان ما بده ينام، هو عم بيلعب مع صاحبه. حطوا علم هلأ القيلولة ما فيني إلكن، شو هالسر؟ هي بتجي لوحدها، بتقوم بكير ونام بكير وشوف الصحة كيف بتصير. الساعة 2-3 على العصر، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، على العصر لو ربع ساعة 10 دقايق. شو بتعمل هاي؟ هيدي مثل ألف لام ميم ألف لام، هي سر كل هالصورة. سوترا سور. بس انت نمت بكير وقمت بكير، ومن بعد الساعة 6 هي مش غسالة، خلص الساعة 6 أكلنا، الساعة 9 انهضم، ما في هي مش غسالة. كلكم العلكة لبقى تحطوا علكة بيتمكم، علكوا من ضغط طعام. إذا بدكن علكة وتضطروا عليها في لبان، نحن عنا صنوبر، أنت عندك مدري شو بتلاقي دغري بعد الأكل. بس ليش بدي أمضغ هاي؟ خليني أمضغ الطعام أقل شيء، أقل شيء 50 مرة، ولو اللي عنده سرطان 200، البنكرياس بيفروز. هي المعدة بيت الداء والدواء. حال هالخمس حدود هن سر الأسرار. السبعة سبع مقامات، مقام القرب مقامات إلى بعدين 8 the right of 8 32 64، فوتوا أبعد وأبعد، أبعد من كل بعد وأقرب من كل قريب وأبعد من كل بعيد. unlimited ما إلى حدود، ما إلى حدود. قبل الإنسان قبل آدم وحواء هيدا السر، هيدا الوجود، هالإلوهية موجودة. بس بدنا أول شيء نقرأ كلنا ونعرف نكون معرف إنجليزي ونعرف إنه الله هيدا شو غني، أنا فقير هيك شو عنده هالمركز وهيك والبنيات والأبراج. لا تعطى لك شفت هيدا اللي عندها، في عندك شيء أنت هو ما عنده، ما بتنشر بالميل الحقيقة، الله أخذ منه وعطاك إياهم. تعرف على نفسك، تتذكروا اللي قاعد على شط البحر وراح واحد قاعد حده قال له لا تحكيني أنا جاي انتحر هون، قال له إيه بس بدي أقول لك قبل ما تنتحر لو بتعطيني الكلاوة اللي عندك، في واحد بيدفع 20,000 دولار حق الكلوة، وبعدين بياخذ الطحال بياخذ الكلبة بياخذها بياخذ. هل قد أنا غني؟ قال له إيه غني بس ما بتعرف إنك غني. الإمام علي تجوزتك وطلقتك بثلاثة، استغنى عن الدنيا، هيدا الغنى ماديا معنويا. ما بقى عندك شهوة، الشهوة هي رغوة صابون، بس في شهوة ورغوة. اشتهي اشتهي الألوهية اللي فيك، desire and doubt، من الشك إلى اليقين حقك تشك، بس اشتهي. ما بدي اشتهيها بالدنيا، جربتها لحسة وحدة بتكفي. ضروري تشرب كل اللحين؟ أنا عشت مع أغنى الأغنياء، شفتهم كيف عايشين، أمويت تعلمت منهم، بشكركم. نحن نتعلم من غلطات غيرنا ومن غلطاتنا جديدة كل يوم. ألا لا الضفدعة، وليه؟ شو السمع عندك؟ قتلوا من هون لهون، ألا قالت له من هون لهون، قال لا انا السما عندي اكبر، قالت له لحيمه فرجيتك اياها، هي بالبير السما تبعها هالقد، بس انت وسعت كل شيء، السماوات السبعه، وفينا انطوى العالم الاكبر والاكبر والاكبر والاكبر، وشو ما قلت الاكبر، مش ربك فكبر. سيوفنا وقلوبنا معك وسيوفنا عليك، هيدي دهاء، ما بدي هيك، هيدي هي،
بدي أتعلم منه. بس هلأ العالم كله عم بيهتز، هالكرة الأرضية كلها عم تهتز، وشو عم بيعملوا؟ الحق على الله يعني خلق علي، مش أنتوا أنا يعني، إنه علي منه جسد يعني نور ساطع وكمان سيفه فصل وصل، وهيدي موجودة بكل إيد فيها رحمة، بكل إيد فيها علم، بكل إيد وصلت للفهم للنور. كلنا كلنا من السالكين. أنا كنت هوني، واللي قدامي بيقول لي أنا كنت هون. يا الله طيب ما تقولي الله إمتى بدي أوصل على البيت؟ ما في بيت، ما في هدف، على طول النهر ينهور، على طول نحن أحياء، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بدك تسميه الله لأنه هالكلمة مدري شو هيك. وقت كنت بالمطار خبرتكم، أخذت تاكسي وصرت خايفة يا الله من هيك، لقيته هيك حاطت شيء سلامة، انبسطت، قلت على القليلة بقدر هيك. قال لي بس أنا ماني مسلم مثل هول المسلمين، شاب صغير. وعادة لما بوصل على المطار بعمل ندر أنا قبل ما هاي، لأنه بدي أعطي كمية للسواق هدية لإله، لأنه الحمد لله وصلنا. قلت له وزيادة وزيادة ولك هدية ما بتنشرها بالميل. لقيت كاتب حسين، قلت له اسمك حسين؟ قال لي لا اسمي علي، بس مش مثل هي علي اللي بتشوفيها. قال لي لك انا شو، انا اشتراكي، انا شي عم شوف انه هيدا الدين كذبه، عم فتش بقلبي على الدين الحقيقي. هيدا كتاب وهيدي اماني الك، كنت معي سمحني، وهيدا رقم تليفونك اعطيني اياه بطلبك وين ما بدي اروح. وبعده بالعشرينات، فإذا جايبها معه أعطيه كتاب خير جليس. كلنا كل واحد بيقلكن هيدا معه سرطان، هيدا هيك هيدا هيك، اسألوا الشباب ها كلهم معهم الام ام اس، ما حدا يبيعها بلبنان، معهم اياها هون، وجبتها معي من دبي، احلى نوع، تتركب عند بشار انطون. بس بدك بالاول تنظف حالك شي سنه، بل شو فيها من هلا، مش على معده فاضيه، يكون في اكل وتحط حبه. ويلي عنده سرطان دغري بدك تطعميه 5-6 شهور يحيي العظام وهي رمي. بتحديكم، قلت لهم يلي عنده عم بيموت بتحكوني كل شيء بنتقول ايه او لا، او بتضلوا مطرحكم اللي باوروبا في كثير مراكز هونيك، بفلسطين في كثير مراكز وكذا، بلبنان. بس ما بدي ايموشن، الانفعالات ما بيصح، انا بدي اشفي العالم، بحب ساعد الناس، وما بدي اياهم، هيدا استكبار، ما في امل. بدي كل واحد بالاول نفسي 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 نفسي، طي نطع نفسي، بعدين اذا كنت بس لنفسك لشو وجودك؟ اذا ما عندي مي ما فيني اصيك. كل الامراض بتصح، غذائكم دوائكم ودوائكم غذائكم. لح وهيدا كتاب وهيدا جسدك، انتبه شو بتلبس قد ما فيكم. هالتياب الضيقه شيلوا، هيدي التياب المشحمه هيك لونها بدي شو بيحطوا لكم، بنطلون واسع، وشيلوا هالمخزقين هالبنات كيف كلهم. عرفتي ليش؟ لا لانها موضه، في كواكب برا هن اللي قالوا هول اسمها بتفوت فيكم، عم بجربوا يشيلوا هال كوكب هالقد من غير برازخ، شلونه وبيكبوا اشياء كثيره. فاذا انت مش عدد، انت عده، ودعائك بده يكون مش دعاء داعر، انتبه، الدعاء المستجاب، في تجاوب بيني وبينه، ادعوني استجيب من القلب، اذا علي دين اذا علي هيك ها رح نفرجيها. قالوا لي هيدي فوتوشوب، قالت لي لا ما فوتوشوب، انا بصدقون. الجامعه العربيه قلقه وتراقب الاوضاع عن كثب. حبيب قلبي تعويض الحمار، الله ذكرهم الحيوانات كلها. هلا
في شيء اسمه let go، اتركه يروح. let go let God. الحقيقة عندي اياها بالانجليزي على الموقع، ما رح اقولها قوية كتير بس رح لطف الاجواء قد ما بقدر. هيدي ممنوع تنقال بأمة العرب، انا ما عندي ممنوع، وبيقولوا لي مريم انت مهذبة مش مثل كيلاني، لأنه ما بفهم مثله، هو أفهم بيعرف علم وأبعد من العلم. أنا واحد واحد اثنين ما عندي إياها، واحد واحد واحد. مشان هيك قلت له لميتشو، قلت له ما بقى فيني أعيش معه اللي عم بيموتوا، بس طبخي كان مميز عن كل الطباخين كلهم، ما فيني لكم مين اجتمع مع بيل جيت. وقال له كيف فينا نعمل تنرد على أمريكا؟ قال له يا أخي ما بترجع، لأنه عايشة مع ناس هلا صوفيين وهالذكر ما بترجع لهون. إذا رجعت بدي أعيش مع باتش آدمز، مع كلهم هودي الشاطرين، حطوا باتش آدمز، لا إنترنت ولا شيء أبدا، ببعت لي مكتوب. فنرجع منعيش معهم، ليش ما فينا نعمل بالأمة العرب؟ بدنا نعمل بيت نعيش فيه كلنا، بيت مش منزل، بيت هوم. هلأ هون هيدي لأن هي بتحكي عن الإسلام، يا خي كل شيء بدكم تتهمونا فيه إنه عم نحكي عن الإسلام. let go هي عم بتسبح أنا ببركة، هالبركة قوية، ويربول حطوها، ويربول مثل الزوبعة رح تغرقني. أوكي، أول زاوية أربع زوايا هي let go، استرخي أنت، استسلم. كل ما استسلمت للشر بيضعف الشر، استسلم لتكن مشيئته. انت بتستسلم هو بيضعف، بينحني بينحني. وقعت زاويه، الدولاب في اربع مسامير، زاويتين، سنتر، محور، وجوا هالاربع زوايا. نعم، حكي هون ناس كتار منهم، جبران، مرداد، كامل الصباح، مخايل نعيمة، أنطون سعادة، كمال جنبلاط، هو بس ببلدنا. المرأة هي الساند بريس، هي بالعزة. الرجال هالأربع زوايا بصيروا يطوفوا. توقع أول زاوية بصيروا هالثلاثة، قال له يا أخي ما وقعت هاي هلا، شو فينا نعمل نحن؟ تعطى بس صرنا ضعاف. لا إله إلا بيجي هالأربع زوايا. قد ما أنت تسترخي قد ما طاقة الجسد بتقوى، بس تقوى الجسد الساجد والساجدة ناصيتي. طبيعيا لا إله إلا بدبي والمكان يقول إيه إلا 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 تأكيد يعني. بتشوف بتقروها وبتشوفوا إنه everybody was surprised، كيف أنا بدي نط بهالبركة وصرت أقوى منها وهالبركة عم تقتلني؟ ولو بيقول أنا مديون لهالنهر، ما زالني مديون لهالنهر، كيف بدي أنا أقوى عليه؟ أنا مديون لهالشجرة، أنا مديون. كلهم حبون أمكم الأرض وكل من عليها بتناغم، ما تكون مديون ماديا معنويا لحدا. ساعتها كلهم عم بيستسلموا لإلك لأنك أنت أقوى من الشيطان، أقوى من الغدر، أقوى من كلها. يا الله، Will existence protect me when I allow myself to let go؟ الوجود بيحميني إذا أنا قلت له لتكن مشيئتك؟ هاي الكلمة قالها المسيح، لتكن مشيئتك واهتزت الأكوان، مش على الصليب. على الصليب يعني الصراط المستقيم، وسطيين كلنا، أبدان وأديان،
نعم. قال له لو لنيتشي. قال له نيتشي to be alive, more alive, more adventure, more hazard, more danger. نيتشي used to have a motto on his wall. كان عنده شعار على حيطه بيقول عيش بخطر. غامر بحياتك. ما تكون جبان. عيش الشك وفوت باليقين. هي اللي عم بيقولوا لك يا كلهم فلان وفلان وفلان والمدارس والجامعات والأطباء والعلماء. تاني مرة إذا رجعت بدي يكون سقري. ما بدي حط علوم أبدا. هي اللي وصلتنا لهون. فإذا أنت كون شجرة، كون طير، جبل يحبنا ونحبه. هالتوحيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ولكن ما في بي وام مين ما سالته بتحب ابنك هيك يموت؟ هالمخدرات، هالادمان، هالامراض، هالسرطان، هالايدز وسيدا وسارس وايبولا. اي ام بتحب ولادها يكون جسديا مختلف عنها، يعني مشوه وهيك؟ لا، خلقه كامله، نعمه زايده. انتبهي شو عم تاكلي، انتبهي انت حامل شو عم تعملي. كلهم بعد يحطوا اراجيل ولو قالوا من قله الرجال. شو صار؟ صار الديك ابو علي. انتبهوا، شيلوا الارجيله.